تعريف التوابع. بإمكاننا تعريف التوابع باستخدام العبارة function. كما تظهر ذلك البنية التالية: اسم التابع يأتي بعد العبارة function ويسبق مجموعة من البارامترات. إذا كان التابع الذي تقوم ببنائه يحتاج لبارامترات، هذه البارامترات توضع بين قوسين ويتم الفصل بينها باستخدام الفاصلة. هذه البارامترات ستحمل القيم وتقوم بتمريرها للتابع. حتى وإن لم يكن التابع الذي تقوم ببنائه بحاجة لبارامترات، فإنه يجب عليك كتابة قوسين بعد اسم التابع. الآن وضمنا ملف نصي وبين معرفي لغة الـ PHP، صرح عن التابع Big Hello كما ترى Function Big Hello، ثم افتح قوس، اكتب الكود print Hello World، أغلق القوس للدلالة على انتهاء بلوك التعليمات الموجود ضمن التابع. قم باستدعاء التابع Big Hello. قم بحفظ الملف وليكن اسمه function1.php ضمن المجلد htdocs كما جرت العادة. افتح مستعرض الويب وستجد أنه طبع العبارة Hello World، وهي المهمة المطلوب تنفيذها من التابع Big Hello. سنقوم الآن بالتصريح عن تابع بحاجة لبارامترات، وذلك ضمن ملف نصي وبين معرفي البداية والنهاية في لغة PHP. قم بالتصريح عن التابع print br، وقم بتمرير المتحول النصي text للتابع، ثم افتح قوسين واكتب الأمر print text br. الآن قم باستدعاء التابع print br 3 مرات، كل مرة على متحول نصي جديد. احفظ الملف النصي ضمن المجلد htdocs وليكن اسمه function2.php. افتح مستعرض الويب وستجد أن المستكشف قد طبع العبارات الثلاث التي قمت باستدعاء التابع لتنفيذه عليها. أعتقد أن صورة التوابع والهدف منها بدأت تتوضح.